هل أنت مسافر عن طريق مطار مسقط الدولي الجديد؟ يمكنك الوصول إلى المطار الجديد بسهولة عبر ثلاثة طرق رئيسية: شارع السلطان قابوس، وشارع 18 نوفمبر، وطريق مسقط السريع. إليك كيفية الوصول إلى المطار الجديد. شارع السلطان قابوس: إذا كنت قادماً من السيب أو نزوة، اتبع لوحة المطار الجديد باتجاه العذيبة. تجاوز المطار القديم والزم جهة اليمين واتبع اللوائح. بعد اللوحة ينقسم المسار إلى قسمين. اتبع المنعطف باتجاه الجسر واتبع طريق المدخل الرئيسي للمطار. أما إذا كنت قادماً من الغبرة، تجاوز جامع السلطان قابوس الأكبر واستمر بالسير في شارع السلطان قابوس. بعد محطة الوقود جهة اليمين، اتبع اللوائح إلى مطار مسقط الجديد. شارع 18 نوفمبر. إذا كنت قادماً من الحيل الشمالية أو من شارع الموج، استمر بالسير لمسافة 4 كيلو و600 متر. بعد الدوار، الزم اليمين وانعطف من المخرج قبل جسر ملعب الجولف. وبعد 350 متراً، الزم اليمين في مفترق الطرق للدخول إلى شارع المدخل الرئيسي للمطار إلى مبنى المسافرين. اتبع اللوحة للوصول إلى مبنى المسافرين. من العذيبة، اتبع شارع 18 نوفمبر إلى أن تصل إلى لوحة مطار مسقط الدولي قبل جسر مطار مسقط الدولي الجديد. الزم اليمين وانعطف بعد إشارات المرور. بعدها انعطف يساراً وواصل السير تحت الجسر. خلال 500 متر، الزم اليمين للدخول إلى المدخل الرئيسي للمطار إلى مبنى المسافرين. طريق مسقط السريع: من مدخل الرسيل، اتبع شارع مسقط السريع باتجاه مطرح، وخذ مخرج المنطقة الصناعية بغلا. اتجه بجوار محطة الأنصب لمعالجة مياه الصرف الصحي، وانطلق باتجاه المطار الجديد. اتبع الطريق والزم جهة اليسار إلى أن تصل إلى المدخل الرئيسي للمطار لمبنى المسافرين. من شارع غلا أو بوشر، استمر في السير باتجاه الرسيل عبر شارع مسقط السريع، وخذ مخرج المنطقة الصناعية بغلا، انعطف إلى شارع المطار واتبع الطريق. بعد 1 كيلو و100 متر، استمر في جهة اليسار إلى أن تصل المدخل الرئيسي.